مجموعة في دبي بدأنا في سنة 2014 تقريبا. ده كان بدأنا بشركة واحدة ودي كانت شركة ريل استيت دي اللي بدأنا بيها، وبعد كده تطور لتعدد الشركات الحمد لله. الموضوع بدأ يعني خلينا نرجع شوية لمحمد. يعني أنا قبل ما أكون محمد اللي أنت حياتك معاه دلوقتي، أنا واجهت صعوبات كتير، أنا عملت استثمارات كتير وفشلت ونجحت وفشلت ونجحت. يعني الموضوع ما كانش صدفة إن أنا وصلت اللي أنا فيه، بس كان في ميزة الحمد لله، أنا كنت بتعلم من الفشل، كنت باخد التحدي، وأهم شيء الريسك اللي أنا كنت باخده في الشغل، لأن كنت بؤمن بشيء إن مفيش بيزنس مان من غير تحدي ومن غير ريسك، هما الاتنين يعني وجهين لعملة واحدة.